السلام عليكم عبد المختار، كيدايرك؟ بخير، كيداير مع الصحة؟ مزيان، نتمنى من الله تكون بخير وعلى خير. المهم عبد المختار، أنا ركبت الفيلسة اللي قلتي ليا، هو تيو ديال الغاز دوزتو من وسطو، هاو دوزتو خشيتو هنايا وخشيتو فيه، حيت هذاك الحك درتو، غير هو كان ما بغاش يخدم ليا تا شديت السطانطير، تكيتو مزيان. هاو الفيلسة اللي ركبتها عبد المختار. غير هو يا عم المختار شنو نقول لك، كاين جوج السطاع هنايا ما عرفتش السطاع كيفاش ندير ليه باش يزقى السطاع واش ود كونسوماسيون. هاد السطاع هادي ديال الموتور كان نزيد شويه في لارانطي والو كيبدا يتزاد، كنقص شويه من هنايا من الغاز، خفتو نزيد من هنايا كيزقى شويه بحال اللي كيزقى. ها هو كيرسي شويه كيزقى فاش كنزيد شويه كيزيد الموتور. راك تسمع عمي المختار، ولات البروميير مزيانة الحمد لله، ولات الدوزيام مزيانة، مبقاش كيما كان في الأول مخنوق، غير هو قضية الصداع لي شوية كاين، وهي واقفة دابا، راها واقفة، واقفة، وتخرج الدخان من الشاكمة، هذا ما خبت عليا قدام عمي المختار، ياك ما تكونسومي ولا تزيد تكونسومي. المهم انا دابا درت ليه هاد المسائل ديال حساب الغربال، حيت لي هاداك الغربال درت ليه هاد الفلتر هذا، هو ما لقيتش لي هاداك ديال سوبي 5 اللي قلتي ليا، قلت ليه هذا هو، درتو ليه هاديك بانيسو ليها، غير في الاول مبغاش تخدم ليا فاش درت ليه هاد التيو هذا والو، قالك حتى ترجع ليا الكسياس، حتى شديت هاد السانطير هذا وتكيتو مزيان ودرت هاد التيو وسط الكلبيلات، ولا التيو الزرق هذا، الله يجازيك بخير وشكرا بزاف.